بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وما زلنا في فصول كتاب الزكاة. فصل: والخليطان يزكيان. والخليطان يزكيان، لو قلنا اللي هم أصحاب الخليط اللي هم الشركاء يبقى يزكيان، ولو قلنا الخليطان بمعنى المخلوط يبقى يزكيان، يعني تخرج الزكاة منهم. لكن هنا حملها على الشخص، يبقى والخليطان يزكيان بالكسر كده، لكن يجوز حملها على المخلوط نفسه فتقول يزكيان. لكن هنتقيد بإيه؟ بما تقيد به الشارح على أي حال. فقال: فصل: والخليطان يزكيان، يعني لما يبقوا اتنين شركاء عندهم مثلا غنم أو مال زكوي، سواء كان المال الزكوي نقد أو كان عروض تجارة أو كان حيوان كبقر أو إبل أو غنم، وخلطنا أموالنا مع بعض، وبقى إيه القائم بحفظها واحد، وموجودة في شركة واحدة أو في مخزن واحد أو شيء من هذا، فبقينا شركاء، اسمها خليطان. يزكيان زكاة الشخص الواحد، يزكيان زكاة الشخص الواحد. إحنا عندنا نصاب الذهب مثلا ما يعادل 85 جرام ذهب، عيار 21، تعرف نصاب إيه النقد. فإذا قلنا هو حوالي مثلا 9000 جنيه الآن، افرض أنا معايا 4000 جنيه وأنت معاك 5000 جنيه، حطيناهم مع بعض عملنا جبنا بضاعة، فبقت البضاعة دي قيمتها قيمة نصاب، يبقى هنعتبر إن الخليطين دول زكاة شخص واحد، يبقى وجب فيها الزكاة، لأن إيه؟ ما اعتبرش إن كنتوا اتنين كل واحد ما بلغش النصاب، لأ، يبقى يزكيان زكاة الشخص الواحد. واضح؟ يبقى احنا الاثنين، في حين ان من غير الخليط هنبقى معلنا الزكاة، لان ده معاه 5000 وده معاه 4000 ما لهمش زكاة، كويس؟ لكن لما تحطوا مع بعض بقوا 9000 يجيبوا 85 جرام ده، يبقى في الحالة دي. وعشان كده قد يفيد الخلطة تثقيلا وقد تفيد تخفيفا، هنشوف ازاي تفيد تخفيف وقد تفيد تثقيلا على احدهما وتخفيفا على الآخر. هنشوف هنا بيتكلم بالذات في المسألة دي على زكاة الغنم لما يبقى خليط غنم. احنا عارفين نصاب الغنم 40، يفضل شاه واحدة من 40 لحد 120، عند 121 يتقلب العداد يبقى شاتين، كويس؟ فهنشوف هنا نظامهم ايه. بيقول: فصل: والخليطان يعني الشريكان يزكيان، الشريكان اللي بالشروط اللي هيقولهم لك بعد كده، بكسر الكافي زكاة الشخص الواحد. والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملكا 80 شاة بالسوية،
بينهما فيلزمهما شاة. يعني ممكن الخلط الخليط يفيد تخفيف للاثنين. انا معايا 40 شاة، لو انا لوحدي هطلع شاة، وانت معاك 40 شاة زي، لو انت لوحدك هتطلع شاة، يبقى ال40 بتوعك طلعت شاة وال40 بتوعي طلعت شاة، لو خلطناهم مع بعض بقت 80 شاة، هتطلع شاة واحد، انا هاخد نص، ادفع نص شاة وانت نص شاة، يبقى هنا تخفيف اهو، افادت تخفيفا. فهمت؟ بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تثقيلا، وقد تفيد ايه التثقيل، بأن يملك 40 شاة بالسوية بينهم. لو انا معايا 20 شاة وانت معاك 20 شاة، طالما احنا مش عاملين خليط فانا لا زكاة علي ولا انت زكاة عليك، لكن لو جمعناهم مع بعض بقوا 40 شاة، يبقى عليا نصف شاة وانت عليك نصف شاة، يبقى تفيد تثقيلا. فهمت؟ بأن يملك 40 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر، كأن يملك 60، عندهم 60 شاة، لأحدهما ثلثها يعني 20 وللآخر ثلثاها. طيب أما يبقى 60 شاة، أنا عندي 40 شاة هطلع شاة، جاء صديقي وجاري عنده 20 شاة حطهم عندي، بقينا 60 شاة، هنطلع برضو شاة، بس هو هيبقى يدفع تلتها، يبقى هنا ثقلت عليه، من غير الشركة ما كانش هيطلع حاجة، يبقى ثقلت عليه، وأنا خففت عن نفسي، أنا من غير الشركة كنت هطلع شاة كاملة، كده هطلع تلتين شاة بس. فاهم؟ واضح الكلام؟ كأن يملك 60 لأحدهما ثلثها يعني 20 وللآخر ثلثاها يعني 40، وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا، كأن يملك 200 شاة بالسوية بينهم، 200 شاة، المية تطلع ايه؟ طلع شاة، والمية التانية تطلع شاة، طب انا عندي 100 وانت عندك 100 حطيناهم مع بعض هو 200، هطلع برضه شاة وانت هتطلع شاة، يبقى هي شاتين برضه، لا هتفيد تثقيل ولا تخفيف. واضح؟ يبقى ايه القسمة العقلية؟ أربع احتمالات، أربع احتمالات، يا إما تثقيل على الاثنين، يا إما تخفيف على الاثنين، يا إما تثقيل على أحدهما وإيه؟ وتخفيف على الآخر، يا إما لا تؤثر. دي القسمة العقلية كلها موجودة في كل الاحتمالات. هتقول إيه؟ كأن يملك 200 شاة بالسوية بينهما، وإنما يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. وعلشان نقول ده هيزكوا زكاة الواحد، الشخص الواحد، بسبع شرائط، إذا كان، وفي بعض النسخ إن كان. إذا وإن، الفرق بينهم إيه؟ إذا وإن. إن تفيد التشكيك وإذا تفيد التحقيق. مش كده برضه؟ إن تفيد التشكيك، لكن الاثنين أدوات شرط. الاثنين أدوات شرط. بس إن تفيد التشكيك. وإذا تفيد التحقيق. ربنا يقول إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. إذا مثلا وساعات يجي إذ، والفرق بين إذا وإذ إيه؟ الاثنين برضو تفيد، يعني هما ظرف، إذا ده ظرف شرط ولكن يفيد الظرف، بس إذا تفيد الاستقبال، إذا السماء انشقت في الاستقبال يبقى يفيد الاستقبال، إنما إذ تفيد الماضي، تفيد الزمن الماضي. واذكروا إذ كنتم، إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ هنا فادت الماضي، إنما إذا، إذا الشمس كورت، يبقى ده لسه هتتكور في آخر الزمان بقى لما تقوم القيامة، يبقى تفيد الاستقبال. يبقى الفرق بين إذا وإذ، الاثنين يفيدوا التحقيق والاثنين ظرف، بس إذا لما يستقبل من الزمان، وإذ لما مضى من الزمان. كويس؟ إن ظرف برضه، لكن تفيد التشكيك، تفيد التشكيك عدم التحقيق. واخد بالك إزاي؟ وعلشان كده ربنا بيقول ايه؟ وان جاءكم فاسق بنبأ، ان جاءكم فاسق بنبأ، ان جاءكم، ما قالش اذا، كأن الفاسق ده يشك ان يكون بين المؤمنين فاسق، مش متحقق وجود الفاسق في وسط المؤمنين، يبقى ده ربنا بيكرم المؤمنين بيرفع قدرهم. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فربنا يعني بيقول ايه؟
لو جاء فاسق بينكم وهو مؤمن وأشك أن يكون من المؤمنين فاسقا فافعلوا كذا وكذا. كل ده فهمناه منين التضامين ده كله؟ كأنه ربنا بيحذرنا ان نبقى فاسقة واحنا مؤمنين، ما يليقش. وفي نفس الوقت بيعلمنا الحكم اننا نتبين. فيقوم يقول لك ان، انما لو قال لك اذا، عشان كده ترجمة القرآن يصعب جدا. لما تيجي تترجم ما تعرفش، تعرفش تترجم القرآن، تعرف تترجم دي ازاي؟ هتجيب اف بالانجلش، اف واف تفيد ايه؟ التحقيق والتشكيك، تفيد اي حاجه، تفيد كله، تحتمل كل المعاني. لكن بالعربي لا، العربي بيبقى واسع. وعشان كده العربي هو اصلح لغه لان ياتي القران بها. هنا بقى بيقول ايه؟ اذا كان، يقول لك علماء انه ايه، اذا دي ظرف زمان لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه ناصب لجوابه. خافض لشرطه لان الظرف يجي اللي بعديه مضاف اليه، مش كده؟ يبقى جمله الشرط دي في محل خفض مضاف اليه، محل جر مضاف اليه. طب وجواب الشرط في محل نصب، ناصب لجوابه. فهمت بقى علماء النحو بيقولوها ازاي؟ يبقى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، طب فين الجواب؟ واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، فين الجواب؟ انتبه انتبه، خد بالك، مقدر مش مذكور. احذرك وقت انشقاق السماء، احذرك وقت ايه؟ تكوير الشمس، وهكذا. يبقى قد يحذف جواب الشرط للعلم به، للعلم به. وتملي اذا تدخل على جمله فعليه، ما تخشش على جملة اسمية، من خصائصها دي كمان. طب بس إذا السماء انشقت، الله، إذا دي السماء دي اسم، طب فين بقى جملة فعلية دي؟ وعلشان كده يقول لك إذا السماء انشقت، إعراب السماء إيه؟ تقول فاعل، فاعل، ما تقولش مبتدأ، فاعل تقول فاعل. طب اللي منع أنها تبقى مبتدأ إيه؟ قال لك إن إذا لا تدخل إلا على جملة فعلية، هو الفعل يحتاج لفاعل. طب والفعل راح فين؟ محذوف للعلم به. يعني إذا انشقت السماء انشقت. فهمت؟ ما هي أداة شرط، بس أداة شرط تفيد الظرفية، فهي ظرف زمان. فهمت؟ يبقى ما تيجي تعرف إذا السماء انشقت، تقول إذا أداة شرط تفيد التأكيد، وهي تحمل معنى الظرف، ظرف زمان لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه ناصب لجوابه، ولا تدخل إلا على الجملة الفعلية. السماء فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، وفعله محذوف مقدر. إذا انشقت السماء، هي تقديرها كده. فهمت؟ طيب خلينا احنا هنا بقى. فبيقول ايه؟ بسبع شرائط اذا كان، وفي بعض النسخ ان كان، تختار اني نسخه اقوى، اني نسخه تبقى احلى بعد ما عرفت القصص دي كلها؟ اذا كان ولا ان كان؟ احنا الشرط، الشرط تحتمل معنيين، لكن على اي حال اذا تفيد تحقق الشروط علشان تتوفر، فاما اجيب اذا احسن. واخد بالك ازاي؟ انما ان تفيد التشكيك، يعني واشك ان هذه الشروط تتحقق. لا، تتحقق سهله تحقق، واضح؟ فيبقى هنا ترجح اذا احسن شويه بنسبه 60% كده، اذا احلى. لكن ان تمشي برضه، لان قد لا تتحقق في بعض الصور، واضح؟ فلما تبقى فاهم المعاني دي تقوم تقدر ان تترجح حتى بين النسخ، ويبقى عندك كلام تقدر تقوله لما تشرح كتاب زي ده. إن، إحنا بنتكلم على إن، مش إن المثقلة. إن المثقلة دي أصلا حرف تأكيد ونصب، إنما أنا بنتكلم على إن اللي هي أداة شرط تفيد التشكيك، اللي هي مخففة، مخففة. إن كنتم مؤمنين. لا لا، ما تفيدش هنا التشكيك. يعني هنا التشكيك في أنك، واخد بالك ازاي؟ لو لم تتقي لا اشك في ايمانك.
يعني وكأن المؤمن لابد أن يكون متقيا لله، فلو لم يكن ظاهر التقوى أشك في إيمانه. فهم؟ فهو ادالك المعنى المتضمن ده، كلمك على الثمرة الأول، فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان غير متحقق في كل البشر، مش كده برضو؟ غير متحقق في كل البشر، والتقوى غير متحققة في كل المؤمنين، فيبقى التعبير بإن أحسن. فهم؟ لعدم تحقق الإيمان في كل البشر، ولعدم تحقق التقوى في كل مؤمن، مش كده برضو؟ وعلشان كده بيقول لك إيه؟ بسبع شرائط، إذا كان، وفي بعض النسخ إن كان، المراح واحدا، وهو بضم الميم، مأوى المشية ليلا، المراح، إحنا بلغتنا نقول عليه الزريبة، مش كده برضو؟ يبقى المراح اللي هو الحتة اللي بتروح فيها راحة، يعني في آخر النهار، آخر النهار بتبات فين؟ في اللوكاندا بتاعتها، اللوكاندا بتاعت المشية اسمها إيه؟ الزريبة، فهمت؟ اسمها المراح، مأوى المشية ليلا، والمسرح واحدا. والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه المشي. المسرح عارف إيه؟ ما يطلع المشية من الزريبة يجمعها في حتة لحد ما يجي الراعي ياخدها للمرعى. فهمت؟ يبقى في فناء واسع كده يروح مطلع المشية فيه من الإيه؟ من الزريبة، لما يجمعها من المراح يسموه المسرح. كويس؟ لحد ما يجي الراعي يروح واخدها وماشي إلى المرعى، يبقى في مراح وفي مسرح ومرعى. مراح ومسرح ومرعى. سهلة؟ المراح اللي بتنام فيه بالليل، والمسرح المكان اللي بتتجمع فيه عشان تخرج للمرعى، او اما تيجي للمرعى قبل ما تدخل مأواها يعدوها ويدخلوها في الحتة دي، خدت بالك؟ اللي هو زي الفناء مثلا. وبعدين في المرعى اللي هي الموضع اللي بتشرب منه، اللي بتاكل فيه. والمسرح واحدا، والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح اليه المشية، والمرعى والراعي واحد. كل الشروط دي يبقى المراح واحد، يبقى بتبات في بيت واحد، وبتتسرح في مكان واحد، وبترعى في مكان واحد، والراعي كمان واحد ولو تعدد. الراعي واحد ولو تعدد ما يضرش. علشان برضو بيعرضوا الممثلين يعرضوا فيه، لان انت المكان المسرح ده بتعرض فيه المشية، تعرض عليك تشوفها قبل ما تتكون في البيت، فبتعرض عليك. فالمسرح كل ما يعرض عليك فيه شيء، فمنه بقى ايه؟ المسرح العادي ده اللي هو بيعك فيه، يعني مسرح المشيئة اهون. والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح اليه الماشيه، والمرعى او الراعي واحد، والفحل واحد، اي ان اتحد نوع الماشيه. كل دي شروط عشان اقول ان الخليطان يزكيان زكاه واحد، لازم الحاجات دي كلها. والفحل واحد، يعني الفحل اللي هو بينزو على الناس في الخليط ده يبقى واحد او متعدد، لكن ما يمنعش، مش حاجبه عن بعض الاناث وسايب، فهمتني ازاي؟ يبقى معناها مخلطين مع بعض، مخلطين مع بعض بحيث ما تعرفش بتعرف نصيب ده كام وده نصيب، كأنها شيوع، خليط في الشيوع يعني. والفحل واحد اي ان اتحد نوع الماشيه. طب انا عندي بقى غنم وعندنا بقر، ما ينفعش يبقى الفحل واحد لان اختلف النوع، مش كده برضه؟ فان اختلف نوعها كضأن وماعز، الضأن عايز خروف والماعز عايز جدي، مش كده برضه؟ يبقى هنا اختلف النوع، يبقى ما يضرش. فيجوز ان يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته، يطرق ماشيته. والمشرب أي الذي تشرب منه المشية كعين أو نهر أو غيرهما واحد، يبقى المراح واحد، والمسرح واحد، والمرعى واحد، والفحل واحد إن اتحد في النوى، مش كده برضو؟ والمشرب واحد أي الذي تشرب منه المشية كعين أو نهر أو غيرهما واحدا. قوله والحالب واحدا، يعني الحالب مش شرط يبقى واحد بني آدم واحد، لكن بتتجمع كل آنية الحلب في حتة واحدة، هذه معنى المحلب. والحالب واحدا، وهو احد الوجهين في هذه المسألة، والاصح والحالب واحد، وكذا المحلب برضو اللي هو ايه اللبن يعني، وهو احد الوجهين في هذه المسألة، والاصح عدم الاتحاد في الحالب، وكذا المحلب وهو الاناء الذي يحلب فيه،
مش شرط يبقى إناء واحد. وموضع الحلب واحد برضه، بيحلبوا حتة واحدة. يعني عايز يقول لك كأن الخليطين دول بقوا كأنهم مال واحد، مفيش فرق بينهم. يعني لو مال محطوطين في خزنة واحدة، لو بضاعة محطوطين في مخزن واحد، واخد بالك ازاي؟ يبقى في الحالة دي خلاص بحيث لا يتميزان. يعني انا افتح المخزن وانا وانت شركة، ما اقدرش اطلع البضاعة بتاعتي من البضاعة بتاعتك، هما الاتنين بتوعنا احنا الاتنين بالنسبة بتاعتنا. خدت بالك؟ ادي معناها اختلطوا خالص، صار خليطان، يعني يصعب ان انا افصلهم. وحكى النووي اسكان اللام وهو اسم اللبن اللي هو الحلب مش الحلب، وموضع الحلب واحدا بفتح اللام الحلب. وحكى النووي اسكان اللام الحلب وهو اسم اللبن المحلوب، اسم للبن المحلوب ويطلق على المصدر، وقال بعضهم هو المراد هنا. ده كلام ايه؟ الشيخ ابن قاسم الغزي شرحا على كلام القاضي ابي شجاع في متن الغايه والتقرير. نقرا بقى كلام الشيخ ابراهيم البيجوري عشان اذا كان في حاجه، تقريبا احنا كده خلصناها اتشرحت، هنحاول نقراها قراءه سريعه ولو في حاجه نشرحها. بيقول: فصل في زكاة الخلطة، وهي قسمان: خلطة جوار، وهي المرادة للمصنف لأنها هي التي تحتاج للشروط الآتية، وخلطة شيوع وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار بل أولى. يبقى خلطة الجوار الاثنين مجاورين لبعض بيروحوا مرعى واحد حتة واحدة، أو خلطة شيوع يعني متداخلين في بعض ما أعرفش أفصله. فقال لك خلطة الجوار دي أحكمها، يبقى الشيوع من باب أول لأنها في الخلطة أشد. وهي بقسميها سواء كانت خلطة جوار أو خلطة شيوع مؤثرة في النقدين اللي هو الذهب والفضة اللي يحط عليه دلوقتي الإيه؟ الأوراق المالية والزروع والثمار. الزروع احنا قلنا زي القمح المكتات المدخر، والثمار اللي هو زي الكروم اللي هو العنب، العنب والزبيب والتمر اللي هو من البلح. فلو كان لكل من المالكين كيس فيه نقد في صندوق واحد، او زرع او نخيل مجاور لزرع الاخر او نخيله، او كان لكل منهما عروض تجارة في مخزن واحد، او ملك شيئا من ذلك معا بشراء مثلا، وبلغ المجموع نصابا، وجبت الزكاة كما في الماشية بشرط ألا يتميز في النقد وعروض التجارة مكان الحفظ كخزانة والدكان والحارس والوزان والميزان والنقاد وهو الصيرفي والمنادي وهو الدلال، وألا يتميز في الزرع والنخل الناطور وهو بالمهملة أشهر من المعجمة حافظ الزرع اللي هو الحارس يسموه الناطور زي الغفير يعني، وهو بالمهملة أشهر من المعجمة حافظ الزرع والشجر والجرين. والجرين اللي احنا نسميه الجرن في الأرياف المصرية يقول لك الجرن. والجرين وهو بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار، والبيدر وهو بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة موضع تصفية الحنطة اللي هي القمح يعني. ولا تؤثر إلا في متحد الجنس لا مختلفيه كبقر وغنم. يعني ما ينفعش يبقى الخلطة بقر وغنم، أنا عندي 20 غنمة وأنت عندك 30 بقرة نحطهم مع بعض تبقى خلطة، لا، يبقى كل نوع هيزكى لوحده، لا تؤثر هنا. إلا لو أنا اديته 20 غنمة من اللي معايا وأنا معايا 20 تانيين، يبقى أنا ياخدوا مني إيه؟ 40، يبقى أنا عندي 40 ياخدوا مني شاة، فاهم؟ يعني أنا حاطط 20 في حتة واديت 20 تانيين لواحد تاني خلطه معاه. يجي بتاع الإيجاب الزكاه يقول لي انت عندك كام غنم؟ اقول له انا عندي 20 تحت ايدي هنا، بيروح المرعى الفلاني. وعندي 20 تانيين خلطه مع جاري، بيروح المرعى الفلاني. يقول لي بقى عندك 40، انا عايز منك شاه. انا عايز منك شاه، خدت بالك؟ لان التانيين مع ايه؟ مع بقر مختلفه النوع. فهمت؟ خلاص بقى هنخش بالخلطه العاديه. نجمعهم. ويتجمعوا دول برضو معاهم. كرأس مال كامل. ولا تؤثر إلا في متحد الجنس لا مختلفي كبقر وغنم، ولا بد أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة. فلو كان
المخلوط بين مسلم وكافر او حر ومكاتب لم تؤثر هذه الخلطة، لازم الاثنين يبقوا من اهل الزكاة. لكن انا مخالط مع مين؟ مع جاري المسيحي، ما هو مش من اهل الزكاة، يبقى خلاص ما لا تؤثر، لا تؤثر الخلطة. انا مديله 40 وهو حطت عليهم ايه 50 او حطت عليهم 90 فبقوا 130، يعني ممكن نطلع بقى شاتين لو كان مسلم، لا ياخدوا شاة واحدة بس من الـ40 بتوعنا بس، هو بقى يبقى يدفع جزية يدفع حاجة ملناش دعوة بيه ده، لأنه مش من أهل الزكاة. فهمت؟ فلو كان المخلوط بين مسلم وكافر أو حر ومكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة، فإن بلغ نصابا زكاه كالمنفرد، وإلا فلا، ولا تشترط نية الخلطة في الأصح. يعني ما يشترطش إن أنا وأنا بخلط الغنم بتاعي مع الغنم بتاعك إن أنا أنوي الخلطة، ما يشترطش. فهمت؟ لأن العلة في تأثيرها خفة المؤنة على المحسن بالزكاة، وهي لا تختلف بالنية وعدمها، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول، أثناء الحول، فإن قصر زمن تفرقهما، يعني خدت أنا نصيبي خدته لمدة أسبوع كده يسرح في حتة تانية لوحده، تفرقه وبعدين رديناهم لبعض تاني. فإن تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول، فإن قصر زمن تفرقهما ولم يعلما به لم يضر. لو كان يوم اتنين تلاتة ومش فاكرينه قد ايه خلاص ما تضرش. وان طال عرفا، ومتروكة للعرف مش متحددة، وان طال عرفا ولو بلا قصد ضر. ضر يعني ايه؟ يعني يؤثر في اني اخد زكاة الخليطين كزكاة واحد بس، او عامل كل واحد لوحده، ادي معنى ضر. او علم به واقراه، او قصد ذلك او علماه احدهما واقره، ضر. يعني ايه طالع عرفا وعلم به احدهم؟ فهمت ازاي؟ يبقى ضر. ضر يعني ايه؟ يعني يؤثر، ما تبقاش زكاة الخليطين كشخص واحد، لا يبقى كل واحد لوحده. والخليطان تثنية خليط بمعنى خالطة، فهو فعيل بمعنى فاعل، زي شهيد بمعنى شاهد، ورحيم بمعنى راحم، يبقى فعيل بمعنى فاعل، رحيم بمعنى راحم، شهيد بمعنى شاهد، قتيل بمعنى ايه؟ مقتول. يبقى ساعات الفعيل تيجي بمعنى مفعول وساعات تيجي بمعنى فاعل. طب والشهيد تحتمل المعنيين شاهد ومشهود. شاهد يعني شاهد فضل الله، ومشهود اي شهد فضله من قبل الناس، يبقى ينفع في الشهيد معنيين شاهد ومشهود. انما هنا والخليطان فعيل بمعنى فاعل، والمعنى على هذا والشخصان الخالطان ما ليهما يزكيان بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد. وعلى هذا جرى الشارح، ويحتمل أن خليط بمعنى مخلوط، فهو فعيل بمعنى مفعول، يبقى ممكن تبقى فعيل بمعنى مفعول بمعنى المخلوط، كويس، وممكن تبقى بمعنى الفاعل بمعنى الخالط نفسه، واضح؟ فهو فعيل بمعنى مفعول، والمعنى على هذا والمالان المخلوطان يزكيان. يزكيان، ما نقولش يزكيان لان هما مش مكلفين، يزكيان بفتح الكاف زكاة المال الواحد. وكل من المعنيين صحيح، وان كان المعنى الاول هو المتبادر، واضح؟ قوله والخليطان يزكيان بكسر الكاف، اي بناء على ان الخليطين بمعنى الخالطين، وقد علمت أنه يصح فتح الكاف بناء على أن الخليطين بمعنى المخلوطين. وقوله زكاة الشخص الواحد بناء على أن الخليطين بمعنى الخالطين مع كسر الكاف، وأما على أن الخليطين بمعنى المخلوطين مع فتح الكاف فيقال زكاة المال الواحد. كلام واضح يعني، مش عايز شرح. قول والخلطة قد تفيد، والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا، حاصله أن الأحوال أربعة كما هو مقتضى القسمة العقلية، وقد استوفاها الشارح. قوله تخفيفا أي عليهما، وقوله بأن يملك، بأن يملك 80 شاة بالسوية،
بينهما فيلزمهما شاه. أي وذلك مصور بأن يملك، وقول فيلزمهما شاه أي كالمنفرد، فإنه لو كان له 80 لزمه شاه، فقد أفادتهما تخفيفا، لأنه لولا الخلطة للزم كل منهما شاه، لكن بالخلطة بقى كل واحد نصف شاه. كويس. قوله تثقيلا أي عليهما، وقول بأن يملك أي وذلك مصور بأن يملك، أو قول فيلزمهما شاه أي كالمنفرد، لأنه لو كان له 40 لزمه شاه، فقد أفادتهما تثقيلا، لأنه لولا الخلطة لم يلزم واحدا منهما شيء. تثقيلا ما يبقى واحد معاه 20 والتاني معاه 20، طلعنا شاه، بقى كل واحد مسؤول عن نصف شاه، لولا الخلطة ما كانش هيبقى هيطلع حاجة، يبقى ثقلت على الاثنين. قوله لأحدهما ثلثها، لما يبقى عندهم 60 واحد منهم يملك 20 والتاني 40، أي 20 فعليه ثلث شاه، مع أنه لولا الخلطة لم يلزمه شيء، فقد أفادته التثقيل. وقوله للآخر ثلثاها أي 40 فعليه ثلث الشاه، مع أنه لولا الخلطة لزمه الشاه كلها، فقد أفادته التخفيف. قوله كأن يملك 200 شاة بالسوية، هنا لا هتفيد تخفيف ولا تثقيل. أي ففيهما شاتان على كل واحد شاه كما كانت قبل الخلطة، فلا تفد لا تثقيلا ولا تخفيفا. قول وإنما يزكيان، يزكيان إشارة إلى أن قوله بسبع شرائط متعلق بقول المت والخليطان يزكيان زكاة الواحد، وإنما احتاج الشارح لذلك لطول العبارة التي أتى بها. قوله بسبع شرائط وزيد ثامن، وهو أن تكون الماشيتان نصابا أو دونه ولأحدهما نصاب، يبقى في الحالة دي يعني لو كانت الماشيتان نصابا، طب افرض دون النصاب لكن واحد منهم عنده ماشية تانية تتجمع معاه دي تبقى نصاب، يبقى ساعتها يزكي. كويس. وهو أن تكون الماشيتان نصابا أو دونه ولأحدهما نصاب، فلو اشترك في 30 نعجة فلا شيء عليهما ما لم يكن لأحدهما 40، وقد خلط منها 15 مع 15 للآخر، فالمخلوط دون نصاب لكن لأحدهما نصاب. وزيد أيضا تاسع، وهو مضي الحول من وقت الخلطة إذا كان المال حوليا، يعني يحتاج لسنة، فلو ملك كل منهما 40 شاة في أول المحرم وخلط من أول صفر فلا خلطة في الحول الأول، فإذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة ثم يزكيان زكاة الخلطة في الأحوال المستقبلة. وعاشر، وهو أن يكون من أهل الزكاة كما مرت الإشارة إليه، يبقى مسلم يعني وملك تام، الإسلام والملك التام، لكن ما اشترطش العقل والبلوغ والحرية، يشترط الحرية عشان الملك التام لكن لا يشترط العقل. يعني لو واحد مجنون وعنده أموال طائلة نطلع زكاتها من وليه، وليه يطلعها، بخلاف الصلاة، الصلاة يشترط فيها العقل والتمييز، مش كده برضه، والبلوغ لوجوبها لا لصحتها، فلو لم يبلغ تصح منه إن كان مميزا ولكن لا تجب عليه. معروفة الحاجات دي كلها، المناقشات دي معروفة. وهو أن يكون من أهل الزكاة كما مرت الإشارة إليه، فجملة الشروط 10. قول مأوى المشية ليلا هو المراح، فهو اسم لموضع مبيت المشية والمسمى بالزريبة. الإمام البيجوري كان من الباجور منوفية أرياف، ففاهم يشرح باللغة بتاعته، فهمت؟ هو المعروف ايه بالزريبة، الشيخ ابراهيم البيجوري نسبة للباجور، مدينة كبيرة في محافظة المنوفية. لا اظن مدفون هنا في الازهر في الدراسة، مدفون في الدراسة، كان شيخ للازهر ومدفون جنب الدراسة، اكيد في ناس تعرفه، انا ما اعرفوش عليها، لكن هو مدفون في القاهرة هنا في الدراسة. والمسرح بفتح الميم وسكون السين، والمسرح، وقول الموضع الذي تسرح إليه الماشية أي الموضع الذي تساق إليه الماشية من المأوى لتجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، وهو المسمى عند العوام بالمراح اللي بتمرح فيه يعني. وعبارة الشيخ الخطيب اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، وهو أولى من عبارة الشارح لأنه يلزم عليه اتحاده مع المرعى الآتي، لأنه يصدق عليه الموضع الذي تسرح إليه الماشية،
فالمسرح يطلق على كل منهما لأنها مسرحة إليهما. اللهم إلا أن تجعل إلى بمعنى من، فيكون المراد الموضع الذي تسرح منه الماشية إلى المرعى. قول والمرعى بفتح الميم هو اسم للموضع الذي ترعى فيه الماشية، وقول والراعي زاده الشارح على كلام المصنف، والمراد بوحدته ألا تختص مشية كل واحد براع وإن تعدد أخذا مما سيأتي في الفحل وهو الحافظ للحيوان. لكن افرض في أكثر من راعي لكن بيرعى المشية كلها، الأكثر من راعي دول مش متخصص في نوع معين، يبقى برضو الراعي واحد ولو تعدد، لأنهم بيرعوا المجموعة كلها مع بعض بيساعدوا بعض. وفي الفحل وهو الحافظ للحيوان وأصله الحافظ لغيره مطلقا، ده الراعي ده وإن تعدد أخذا مما سيأتي في الفحل، وهو الحافظ، وهو تعود على الراعي، وهو الحافظ للحيوان وأصله الحافظ لغيره مطلقا، يبقى ما أقول الراعي يعني الحافظ لغيره، كلكم راع كلكم مسؤول عن الرعيات حديث مش كده. ومنه قيل للوالي راع وللعامة رعية كما في الحديث كل راع مسؤول عن رعيته. قول والفحل أي الذكر الذي يضرب الماشية، اللي هو إيه؟ الذكر اللي في وسط الماشية علشان تحمل وتنجب مثلها، يبقى ليس مو الفحل. ويضرب الماشية يعني يطأ الماشية من الضراب اللي هو إيه؟ اللي هو الوطأ. قول واحدا المراد بكونه ضراب الفحل، ما نهى النبي عن بيع ايه؟ ضراب الفحل، مش كده برضه؟ ضراب الفحل اللي هو يعني ان يجامع الانثى، واخد بالك، وتدفع له اجر مقابل ضرابه. طب ما هو ضرابي لو انا شفته، وانا شفت المني اللي بيطلع منه، ما يمكن مغشوش، يمكن قليل، يمكن ما فيهوش اصلا حيوانات منويه، يبقى مجهول، يبقى انا بشتري مجهول، فعلشان كده نهى النبي عن بيع المجهول، مش كده برضه؟ ده يدخل ايه؟ في بيوع ايه؟ المجهول، اللي هو عدم رؤية المبيع وعدم التمكن على تسليمه وعدم معرفة كميته. فلذا نهى النبي عن ايه؟ عن بيع ضراب الفحل في البيوع الايه؟ المنهي عنه. لا، هو يدفع له مش مقابل، يسموه مقابل انتفاع، مش مقابل بيع بقى، يسموه مقابل انتفاع، ياخده منه ويديله مقابل اكله اليوم ده، اي حاجة، لكن ما ياخدوش مقابل الضراب نفسه. واضح؟ اصل ممكن ايه؟ لو كان مقابل الضراب تيجي البقره لا تحمل، يروح يتخانق معاه، يقول له انت خدت مني فلوس على الفاضي، ده فحل مغشوش. فهمت؟ يحصل مشاكل بقى بين الناس. هو اللي بسمعه دلوقتي احيانا هم بيخلوا الانثى هي اللي مع الذكر فتره لغايه لما يطمنوا انها اتعشرت وبعد كده. ما يجراش حاجه، دي بقى محاولات، لكن برضه ما يبيعش، ده سكنه. سكنه ده. لكن احنا بنتكلم على المبيع، على البيع، عقود البيع. ما يجراش حاجه، يبقى ده مش بيع، ده زي انتفاع، خده ودفع له ثمن اكله لا مقابل انتفاعه، انه حبسه عنده اليوم ده، فيغديه بقى ياكله، فخلاص، ويدي له هديه كانها هديه، مش من باب الهديه، مش من باب ايه، لان اصلا دي من باب الإرفاق، من باب الإرفاق. ما يلقش صاحب الفحل إنه يحدد حاجة، يسيبها كده للعرف. وقول واحدا المراد بكوني واحدا ألا تختص مشية أحدهما بفحل وتختص مشية الآخر بفحل، وإن تعدد وكثر بحيث يكون مرسلا ينزو على كل من الماشيتين سواء كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهم. وقول أي إن اتحد نوع الماشية تقييد لاشتراط كونه واحدا بالمعنى المذكور. وقول فإن اختلف نوعها كضأن وماعز مقابل لقول إن اتحد نوع الماشية. وقول فيجوز إلى آخره، أي فليشترط كونه واحدا بالمعنى السابق، ولا يضر اختلافه للضرورة حينئذ لاختلاف النوع يعني. وقول يطرق بضم الراء من باب دخل يدخل كما في المختار. قول والمشرب بفتح الميم وبالباء في آخره، ويقال المشرع بالعين بدل الباء. وقوله أي الذي تشرب منه الماشية، يبقى المشرع اللي هو مكان الماء، المشرع مكان الماء، ومنها مركب شراعي، شراعي بتا إيه؟ بتمشي في المية، شراع
يعني يشق الماء، ومن الشريعة لأن الشريعة حياة، حياة للنفوس كما أن الماء حياة للأبدان، فشبه الشريعة بالماء لضرورتها لحياة النفوس والمجتمعات. واضح؟ شرع لكم من الدين جبهة بالمعنى ده، عشان كده لما تيجي تفهم أصل المعنى تقوم تفهم ضرورة الشريعة لاستقرار حياة الناس وللمحافظة على حقوق الناس ولنشر الأمن بين الناس، فأصبحت ضرورة كالماء. فهمت؟ وعشان كده يقول لك الشراع زي إيه؟ زي المشرع، زي الإيه؟ زي المروة، معنى واحد وهو مكان الماء يعني. والمشرب بفتح الميم وبالباء في آخره، ويقال المشرع بالعين بدل الباء، وقوله أي الذي تشرب منه الماشية فهو موضع شربها، وقوله أو غيرها أي كترعة، وقوله واحدا أي بالمعنى السابق وهو عدم التميز بحيث لا تختص ماشية كل منهما بمشرب فلا يضر تعددي من غير تميز، وقوله والحالب إلى آخره مبتدأ خبره جملة، جملة قوله هو أحد الوجهين وهو ضعيف، ولذلك قال والأصح عدم الاتحاد في الحالب، أي الأصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب، ويبدل باتحاد الراعي الذي زاده الشارع فيما تقدم، فإنه شرط على الأصح، فالعدد في الشروط لم ينقص بل هو باق بحاله، عشان هنحط الراعي مكان الحالب يبقى العدد واحد. وقول وكذا المحلب أي ففيه الوجهان، والأصح عدم اشتراط اتحاده، ومثل الحالب والمحلب جاز، جاز الغنم و جاز الغنم وآلة الجز، جاز الغنم اللي بيجز الصوف اللي بيحلق الصوف، ما يشترطش برضو ايه انه يبقى ايه واحد يعني، وآلة الجز ففيهما ايضا الوجهان، والاصح عدم اشتراط اتحادهم، يبقى ممكن اكتر من جاز واكتر من آلة جز ما يدرش. قول وموضع الحلب او الحلب، الحلب والحلب وجهان، أي المكان الذي تحلب فيه الماشية، وقوله بفتح اللام أي على الأفصح، فالحلب كالطلب يقال حلب يحلب حلبا، كطلب يطلب طلبا، وقوله واحدا أي بمعنى عدم الاختصاص والتميز كما سبق في نظيره، وقوله وحكى النووي إسكان اللام أي حلب، مش حلب بقى، حكى الإمام النووي بدل حلب تبقى حلب، إسكان اللام أي ففيه لغتان، ففتح اللام، فتح اللام وإسكانها سواء كان اسما للبن المحلوب أو بمعنى المصدر اللي هو الفعل نفسه، كما هو المتبادر من الشارح خلافا لما قاله المحشي من التوزيع فجعله بفتح اللام بمعنى المحلوب وبسكونها بمعنى المصدر، وجعل قوله وهو اسم للبن راجعا للمفتوح، وقول ويطلق على المصدر راجعا للساكن، فيكون على اللف والنشر المرتب، مع أنه على صنيعه لا يصح ضبط ما في المصنف بالفتح. يعني عارف اللف والنشر يعني إيه؟ يعني لما أذكر حاجتين مرتبين وكل حاجة ليها حكم، وأجيب حكم كل حاجة بعديه بنفس ترتيب ذكرهم، يسموه إيه؟ لف ونشر مرتب. لف ونشر إيه؟ مرتب. زي إيه في القرآن؟ زي ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل والنهار حطهم جنب بعضه، لتسكنوا فيه في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، يبقى يسموه لف ونشر مرتب. طيب وأحيانا غير مرتب، زي يقول إيه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، مع إن ابتدى بالبيض الأول، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى اللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب، والاثنين فصيح لأن جاء بهم القرآن، الاثنين فصيح وجاء بهم القرآن. أحيانا يأتيه مرتبا اعتمادا على انتباه السامع، وأحيانا يأتيه غير مرتب ليثير انتباه السامع. واضح؟ ولذلك قال الشارح بعد قوله ويطلق على المصدر، وقال بعضهم وهو المراد هنا، فالذي يشترط اتحاد موضعه انما هو المصدر بمعنى فعل الحالب دون موضع اللبن المحلوب فتدبر. فصل في بيان مقدار الذهب، نصاب الذهب والفضة وما يجب اخراجه عنه. ها
هنقرأه لحد صلاة العشاء إن شاء الله. فصل في مقدار نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه عنه. تملي الناس يسأل أنا علي زكاة ولا معليش، يقوم الشيخ يسأل يقول أنت عندك فلوس قد إيه وهكذا. لكن لو عرف الحكاية دي هو يحسبها لنفسه، مش قال لك في 20 مثقال ربع دينار؟ قال كده الرسول؟ وفي 200 أوقية 5 أواقل، مش كده برضو قايل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ 200 أوقية فضة و20 مثقال، يبقى أدنى حاجة 200 أوقية فضة وأقل حاجة إيه 20 مثقال اللي هو 20 دينار، والدينار 4 جرام وربع، يبقى 4 جرام وربع في 20 يطلع حوالي 85 جرام ذهب عيار 21. في حساب واحد؟ والتاني معاه توكيل؟ لو كان خليط مع بعضهما يبقى يزكيان زكاة المال الواحد، ربع عشر الكل. واضح؟ سهل. طالما في خزانة واحدة في حساب واحد يعني، لو حسابين مختلفين خلاص يبقى كل واحد لوحده. فصل في بيان مقدار نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه عنه. والمعنى في وجوب الزكاة فيهما أنهما معدان للنماء بالأخذ والإعطاء، فأشبه الماشية السائمة، وقد جعل الله بهما يعني بالذهب والفضة قوام الدنيا ونظام أهلها، فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلق لها، بخلاف غيرهما من سائر الجواهر فلا زكاة فيها لعدم ورودها فيها، وسمي الذهب بذلك لأنه يذهب، وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض، والدينار آخره نار، والدرهم آخره هم. يعني كل ده عشان ربنا يكرهك فيهم يعني. الذهب اسمه ذهب لأنه يذهب لا يبقى، والفضة لأنها تنفض، والدينار أوله دين وآخره نار. دي دينورا دي دينار اسمه تبقى دين ونار. والدرهم اللي هو ايه؟ الجنيه من الجن لأنه بيختفي بسرعة، ما بيعيش في جيبه، جني عفريت بيتبقى حاجة يا عم غرق خلاص ومش شايفينه الجنيه ده، كثرته زي قلته بقى كله زي بعض. ها عفريت، اما يقول لك واد عفريت يعني جنيه مصري. والدرهم اخره هم كما قيل، النار اخر دينار نطقت به، والهم اخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا، معذب القلب بين الهم والنار. كلام جميل اهو، يا ريت نفهمه. فالمرء إن أحبهما قلبه معذب بين الهم في الدنيا والنار في الآخرة، لأن هيبقى مهموم في الدنيا بجمعهم وباستثمارهم وفي الآخرة محاسب عليهم، فهو بين الهم في الدنيا بهم وبين النار بسبب الحساب عليه، والنار في الآخرة بسبب اكتسابهما من حرام أو عدم أداء زكاتهما. قول ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة، والمثقال درهم و3 أصباع درهم، ونصاب إلى آخره، إنما لم يقل وأول نصاب إلى آخره كما قال في المواشي، لأن كل من الذهب والفضة ليس له أنصبة متعددة وبينهما وقص، ما فيش وقص فيها زي إيه اللي هو العفو يعني زي في المشية. إحنا عندنا مثلا 40 غنمة تطلع شاه، وتفضل تطلع شاه لو كانت 60 و70 و80 برضو شاه، و90 برضو شاه، و100 برضو شاه، 120 برضو شاه، 121 العداد قلب شاتين. طب والمسافة من الـ40 للـ121 وقص لا زكاة فيه، واضح؟ ده يسموه. لكن المال الذهب والفضة ما فيش وقص، فيش عفو. ها التحايل بقى يبقى ايه؟ يضحك على اللي بيجمع الزكاة لكن ما ايه لا يخيله على ربه، ما يجراش حاجة، ويذبح او يحول المال. يعني انا عندي مثلا 121 او عندي 130 شاة، اجي قبل حولان الحول
بفترة بسيطة أدي 20 شال مراتي، أقول لها خدي دول. يوم أما يجي الراجل جاب الزكاة يقول أنا ما عنديش إلا 100 شاة بس. طب والباقيين؟ ده مراتي عندها 30 ما عليهاش حاجة، يبقى ياخد شاة واحدة. أول ما يمشي يقول لها هات البتاع ده، روح أخدهم من هنا تاني. حطيتهم يبقى ده حيل، حيل حرام. فهمت؟ هيحتال على مين؟ على ربه يعني. فالمرء إن أحبهما قلبه معذب بين الهم في الدنيا والنار في الآخرة، وقول ونصاب إلى آخره، إنما لم يقل أول نصاب إلى آخره كما قال في المواشي، لأن كل من الذهب والفضة ليس له أنصبة متعددة وبينهما وقص بخلاف المواشي. وقول الذهب أو لو أو أي ولو غير مضروب، الذهب ولو غير مضروب يعني إيه؟ يعني متشال في صورة حلي، مضروب يعني معمول عملة، واخد بالك؟ لا زي الجنيه الذهب ده اسمه مضروب، انما غير مضروب يعني زي ايه؟ زي الحلي وزي التبر، التبر اللي هو يبقى لسه في الارض منجم ذهب ولسه ما خلصتوش اسمه تبر، ده يبقى غير مضروب. برضو في زكاة. قول 20 مثقالا اي دينارا، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في اقل من 20 دينار شيء، وفي 20 نصف دينار. وقدر نصاب الذهب بالبندقي 27 الا ربعا، ومثله الفندقلي. دي انواع، انواع الايه؟ الموازين. وبالمحبوب 43 قيراط وسبع قيراط وسبع قيراط، كذا قرره مشايخنا. وافاد بعضهم بعد تحريره لذلك ان هذا المثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه، واما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به 20، لانه حر، لأنه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه. ومثله المجر الكامل لكنه فيه غش بمقدار شعيرة، فالنصاب به 20 وثلث. قول تحديدا فلو نقص ولو يسيرا فلا زكاة. يبقى احنا عندنا الدينار اللي أيام النبي كان بيتعامل به النبي موجود في المتاحف، الدينار ده من أيام النبي موجود في المتاحف، فمسكوه العلماء وقاسوه ووزنوه وشافوا نوع الذهب اللي فيه، لقوه 85، لقوه 4 جرام وربع ذهب عيار 21، 4 وربع جرام ذهب عيار 21، فقاسوا عليه بعد كده وحلوا الإشكال. قوله تحديدا فلو نقص ولو يسيرا فلا زكاة، ولا بد أن يكون يقينا، فلو تم في ميزان ونقص في آخر فلا زكاة للشك في النصاب بوزن مكة. فبيقول هنا ان احنا نصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة، وايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل ايه؟ بيستعمل الدينار الرومي والدرهم الفارسي، لان الفرس كانوا استعملوا الفضة هي اساس الايه؟ الاموال عندهم، فجعلوها الفضة هي الاساس عند الفرس، وعند الرومان استعملوا الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالدرهم وايه وبالايه وبالدينار. فالدينار اللي كان ايام النبي معروف صلى الله عليه واله وسلم وتعامل به ومعروف وموجود في الايه في المتاحف، ووزنوه لقوه 4 جرام وربع ذهب عيار 21. اما يبقى 20 في 4 وربع يطلع كام؟ 85، مش كده برضو؟ تشوف انت تطلع الجورنال جرام الذهب العيار 21 بكام؟ تضربه في 85 يطلع النصاب اللي انت تطلع عليه. سهلة؟ هو بكام الايام دي؟ 130. يبقى 130 في 85 يبقى يطلع له حوالي 11,000. تضربها على طول علشان ما تحتاجش كل سنة تروح تسأل الشيخ، تبقى انت عارف المقاييس دي، تروح مدربها ومطلع زكاة مالك. عندك اكتر من المبلغ ده، المبلغ ده فما زاد، تطلع ربع العشر، كل 1000 تطلع منها 25 جنيه، كل 1000 تطلع 25 جنيه. طب والايه؟ وال 100,000؟ ال 100,000 يبقى ال 10,250، وال 100,000 2500. طب والمليون؟ 25,000. والمليار؟ 25 مليون. مليار. فيعني كل واحد يحسب. فعلى الله بس الاغنياء بتوع مصر يطلعوه، هتلاقي الفقراء تنغنغ تهيص. لكن للاسف لا يجوع جائع إلا بتخمة غني، الحديث كده صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة يا
هو كان زمان مشايخنا قالوا لنا احسبه ب 24 قيراط، واعتبر ان الايه يبقى في الحاله دي هيطلع 88 جرام. ده كويس يعني، بعد ما شيخنا قالوا لنا احسبه على ال 88 جرام على اعتبار ان ده بيبقى فيه شوائب. ال 21 يعني معناه ايه؟ يعني فيه شوائب بنسبه ايه؟ 1 على 8 تمنه، مش كده برضو؟ خمستاشر وتمنمية وتلتمية، 15300. ففي بعض مشايخنا قال لك احسبه على ال 88 جرام على اعتبار تشيل الشوائب، واخد بالك ازاي؟ يعني 88 جرام عيار 21 تعادل 85 جرام عيار 21. بعد ما شيخنا قال كده، الدكتور علي جمعه اخيرا في كتاب ليه في الموازين والمعايير والحاجات دي عمل بحث، فقال احسبها ب 85 جرام دهب عيار 21 بس وريحت. كان زمان مشايخنا يقولوا لنا لا احسبها بالذهب الخالص اللي هو 24 قيراط يعني، واخد بالك؟ قالوا ان الذهب الخالص ده لا يصح في الضرب، يعني ما يعرفش يعمله، بيبقى يعني يتداري وطري، فلازم يحط فيه نسبه من الشواب عشان يبقى جامد ماسك نفسه، فيبقى الدينار ايام النبي كان ماسك نفسه، ما كانش عياره 24، خدت بالك؟ اللي هو النبي اتكلم عليه. والله تعالى اعلى واعلم. على اي حال احنا لما نمشي على كده يبقى احوط، لانه اقل من 88 فيبقى احوط. وكان بعض مشايخنا ينصحونا باننا نحسبها بالفضه مش بالذهب كمان، يعني اللي عند اللي يعادل ما عنده حوالي 600 جرام فضه، واخد بالك، يطلع زكاه المال. جرام الفضه بكام؟ يبقى 3 في 600 ب 1800، يعني اللي معاه 1800 جنيه بس يطلع زكاه على اعتبار نصاب الفضة. فالشيخ سيدنا عبد الله الصديق الغماري كان يقول لنا يعني يخرج بنصاب الفضة مراعاة للفقير حتى يتسع دائرة المخرج الزكاة، يخرجها بنصاب الفضة. ولكن لو امتنع من عنده نصاب الفضة وأقل من نصاب الذهب لا يقاتل عليه. واضح؟ ده فقههم كان كده. فهنا بيقول لك ايه؟ بوزن مكة، اي لقوله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. المكاييل اللي النبي قالها في الشرع احسبها بمكاييل اهل المدينة، والاوزان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الشرع احسبها بموازين اهل مكة. يبقى النبي جعل لنا المقاييس دي عشان نعرف ايه ازاي ننفذ الشرع الشريف. قول والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم، فهو 72 حبة شعير معتدلة غير مقشوره. يعني لو جبت 72 حبه شعير بقشرها ووزنتهم يطلع ايه؟ قطع منها ما دق وطال، لان الدرهم 50 حبه وخمسان وثلاثه اسباع 21 وثلاثه اخماس، فاذا ضمت للخمسين وخمسين كان الجميع 72 حبه وهو المثقال. ولذلك يقولون متى زيد على الدرهم ثلاثه اسباعه كان مثقالا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، لأن المثقال 72 حبة كما علمت، وثلاثة أعشار 21 وثلاثة أخماس، فإذا نقصت من الاثنتين وسبعين حبة 21 وثلاثة أخماس كان الباقي 50 حبة وخمسين، وهي الدرهم. والمثقال لم يختلف جاهلية ولا إسلاما، وأما الدرهم فاختلف في الجاهلية، فكان نوعين، أحدهما 8 دوانق والآخر 4، فخلط وقسم مستويين في زمن عمر بن الخطاب، وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، فصار قدر 6 دوانق، وأجمع عليه المسلمون، والدانق 8 حبات وخمسا وخمس حبة وخمس حبة. كويس؟ الحمد لله الموازين اللي احنا قلناها وفرت علينا ايه؟ المباحث دي كلها. على أي حال، وفيه الضمير راجع لنصاب الذهب، وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزائد. يعني ما فيش حاجة اسمها وقص، طالما زاد عن النصاب يطلع ربع العشر من الكل.
وفيه الضمير راجع لنصاب الذهب، ولذلك قال الشارح أي نصاب الذهب، وقول ربع العشر أي في أي كل حول كل سنة يعني هجرية 12 شهر هجري، بخلاف الحبوب. وما فيش داعي إن كل واحد غني يعمل لي الحول بتاعه من أول رمضان، بطلوا البدعة دي، دي بدعة. ليه بقى؟ كأن الفقير مش هيلاقي له مال يجي له إلا كل رمضان. طب ومن رمضان لرمضان يموت؟ هيموت بقى الفقير. ما هو الفقير كل يوم بياكل وكل شويه عايز يلبس وطول السنه عايز يجوز عياله. يبقى الاحسن كل واحد يبقى ليه الوقت بتاع اخراج زكاه ماله هو. يقوم تلاقي كل السنه طول السنه الفقير جاي له ناس بتديله. انا زكاه مالي عند اول ربيع وده الاول وده عند ربيع الاخر وده عند محرم وده في صفر وده في جماده وده في شعبان. اصل هي اعتبار الحول امتى؟ اول ما يتكسر عندي النصاب. اول ما جمعت النصاب ده اشوف تاريخه كام هجري، ولما يجي نفس التاريخ ده يبقى هو ده وقت اخراجي. انما المصريين ايه لقمه، قال يعني علشان الصدقه بتتضاعف في رمضان يقوم يخلي زكاه ماله في رمضان. لا، زكاه مالك مرتبطه بالحول. انت شوف الفلوس دي جات لك شهر كام، والا لو خلينا كده هتبص تلاقي الفقير يضيع مننا. وفي رمضان الناس كلها بتبقى نفسها مفتوحه في اطعام الطعام والصدقات، فخلاص بقى خلي الشهر ده شهر خير وبركه كده يزاد فيه في رزق المؤمن وبتبقى خير. لكن العبره بقى بقيه السنه، الفقير غلبان عدمان مش لاقي ياكل، مش لاقي اللضى، حتى الحديد باعها لان الحديد غلي، فاضطر يبيع الحديد عشان يكسب لان الحديد غلي، فبقى حتى مش قاعد على الحديد لانه باعها خلاص من ساعه ما الحديد غلي. فربنا ينجينا يا سيدي. يجوز اخراج الزكاه مقدما، يجوز اخراجها مقدما على ان ياتي الحول، ترجع تحسب بالتحديد وتشوف ايه اللي خرجته قد ايه وناقص قد ايه، هل خرجت ازيد خرجت انقص. لكن يجوز اخراج الزكاه مقدما سنتين كمان وتحسبها عندك في النوت. لو هتخرجها مقدما لك ان تقسطها، لو هتخرجها مؤخرا لا تقسطها، الا لو كان الفقير سفيه. سفيه يعني ايه؟ يعني بياخد المال لا يحسن استخدامه فتديهوله في صوره مرتبات شهريه حتى لا ايه لا يسيء استخدامه اذا كان سفيه. انما لو راجل عاقل رزين، والسفاهه تكون بايه؟ بالجنون او بالذهول، مش بشرب السجاير. تقول له اصل بيشرب سجاير ده يبقى سفيه. طب ما انت بتشرب سجاير. كتير من الناس الاغنياء بيشربوا سجاير، كتير من العلماء بيشربوا سجاير. شرب السجاير مش علامه السفاهه، ده علامه الاسراف او التبذير، مش سفاهه ولا حاجه بس مبذر. استفاه يعني عنده خلل في عقله، واخد بالك؟ اول ما يجي ينفق لا يحسن استخدام المال. يجي عايز يجيب لعياله مثلا ياكلهم لحمه، يروح جايب 20 كيلو وهو ما عندوش ثلاجه، يقوموا يحمضوا عنده، ادي سفاهه. لما يبقى عندك ثلاجه وديب فريزر معلش هات 20 30 وحطه يسحبوا منه. لما تروح تجيب 20 كيلو وانت اصلا ما عندكش حتى نمليه ولا ثلاجه وعندك ثلاث عيال بس، هياكلوا 20 كيلو امتى؟ يبقى ده سفيه ده. لما انا هياكلوا اكله وتاني يوم يلاقوها عفنت. ما ينفعش بقى، فهمتني؟ وفيه الضمير راجع لنصاب الذهب، ولذلك قال الشارح اي نصاب الذهب، وقول ربع العشر اي كل حول. يعني واحد غني عنده مثلا مليار جنيه، كل سنه يطلع 25 مليون جنيه، كل سنه. يقول لك كل سنة طلع 25 جنيه هفلس. أيوه كل سنة. أعمل لك إيه؟ هو ربنا فرض كده، وكل ما هتطلع ربنا هيكرمك أكتر. ما تقلقش. لأن دي علامة الإيمان بالغيب. لأن هما لما يحسبها يلاقي المال ينقص. لكن ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ما حدش يطلع زكاته إلا وماله يزيد. حاجة غريبة، ده إيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، مش كده برضه؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون. الحاجات دي ما يفهمهاش إلا المسلمين، إن لا ينقص مال من صدقة. تكلم كافر يقول لك لا ينقص، لكن المسلم يقول لك لا ما ينقص، يحلف يقول والله ما ينقص. الله، يبقى المسلمين عندهم عملية النفقة تزيد المال والانفاق يزيد المال، والكافر عنده الانفاق يقلل المال. فرق كبير بين المسلم والكافر، فرق كبير خالص زي السماء والارض. وهو
أي. وافرض ربنا فقره في الدنيا ما حلوة، هو الفقر وحش؟ الفقر ليه دواء، ده في ناس الفقر ليهم دواء، والله الفقر ليهم دواء. من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدت. مش الناس يقولك الفقر ليهم دواء؟ آه، بس يتعود على الفقر. الفقر برضه عايز تعود، الواحد يتعود عليه علشان يبقى قاعد مستريح كده مبسوط. زي واحد بيقرا الفنجال، قراية الفنجال حرام طبعا، بس هي نكتة يعني المصريين يحبوا ينكتوا. فبيقرا الواحد كده الفنجال يقول له يا ده انت قدامك 20 سنة فقر. قال له بعدين؟ قال له بعد كده تكون اتعودت عليه. يا دوب 20 سنة عالم يتعود يعني، هو بعد 20 سنة مش هيحس بالفقر، لكن هيفضل فقير بقى، مش هيحس بانه فقير، خلاص اتعود بقى. فهتبقى سهله يعني. وفيه الضمير راجع لنصاب الذهب، ولذلك قال الشارح اي نصاب الذهب، وقول ربع العشر اي كل حول، بخلاف الحبوب لا يجد فيها الا زكاه واحده ولو بقيت سنين، لقاته حقها يوم حصادي وخلاص. يبقى انا حتى لو مخزنها سنين طالما طلعت زكاتها وقت حصادها خلاص انتهت. كويس؟ لأنها معرضة للفساد. ولا كذلك النقد وهو نصف مثقال، أي لأن عشر العشرين مثقالا، مثقالا اثنان، مثقال اثنان وربع عشرها مثقال اثنان وربع عشرها نصف مثقال، لأن عشر العشر العشرين مثقالا، مش كده برضو؟ اثنان وربع عشرها نصف مثقال، فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين، وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا، نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم. يعني معهوش فك، هو عنده 20 مثقال عايز يطلع نص مثقال، يدي للفقير يقول له خد الدينار ده وأنا لي عندك أمانة نص مثقال، لما تفك تجيبولي. كويس؟ ثم يتفاضل معهم بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه، أو يشتروا منه نصفه، أو يشتري نصفهم، لكن مع الكراهة، لأنه يكره للإنسان شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع. قوله وفيما زاد بحسابه، أي وتجب فيما زاد باعتبار حسابه، وفي بعض النسخ وما زاد فبحسابه، فما زاد مبتدأ وبحسابه خبر، وزيدت فيه الفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. فإن كان عنده 25 مثقالا ففي العشرين نصف مثقال وفي الخمسة ثمن مثقال، فالجملة 5 أثمان مثقال. وإن قل الزائد فلا وقص هنا، والفرق بين النقود والمواشي ضرر المشاركة في المواشي، ولا كذلك النقود. أصل المواشي لو ما كانش فيها وقص كنت هتضطر تدي للفقير شاه وثلاث أرباع شاه. طب يعني أذبح الشاه؟ لا، هديله أنا شاه وشاه ثانية وابقى مشاركه في ربع شاه، تبقى ازمه بقى، شغلانه تحصل نزاعات كل شويه، نزاع بين ايه. فقال لك علشان كده قال لك لا وقص في الماشيه عشان تيسيرا لايه، لضرر المشاركه. انما المال سهل انك انت تقسمه وتفك وتعمل كل حاجه. ونقف على ونصاب الورق ان شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا